أخبارنا الرياضية تأتيكم مباشرة عبر التلفزيون الجزائري، مرحبا بكم. البداية بكرة السلة، أين يواجه المنتخب الجزائري لكرة السلة نظيره الإماراتي في تمام الساعة الخامسة بالدور ربع النهائي للطبعة 24 من البطولة العربية، وأنهى الخماسي الجزائري مرحلة المجموعات بفوز على حساب الصومال وانهزام أمام لبنان وبرصيد 3 نقاط، ويلتقي منتخبا ليبيا والصومال في الدور ربع النهائي، فيما تضرب لبنان موعدا مع الأردن في الوقت الذي تأهل فيه المنتخب التونسي مباشرة إلى الدور نصف النهائي. من كرة السلة إلى كرة القدم، أين عين المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري للعبة المجتمع اليوم نور الدين بن علي مدربا لمنتخب أقل من 23 سنة وعبد الكريم بيرا مدربا للمنتخبات الوطنية، كما أنهى المكتب الفيدرالي مهام عامر شفيق على رأس المديرية الفنية وعين مكانه توفيق قريشي بشكل مؤقت مع فتح باب الترشح لشغل المنصب إلى غاية 28 من الشهر الجاري. من جانب آخر، توقف أعضاء مكتب الفاف عند مستجدات التحضير للأحداث الرياضية المقررة بالجزائر على غرار بطولة أمم إفريقيا للمحليين شهر جانفي وكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما شهر أفريل القادم. دائما في كرة القدم يواجه في هذه الأثناء فريق شبيبة الصورة مضيفه أورلاندو بيريس الجنوب إفريقي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات، حيث تلعب المباراة في شوطها الثاني وتشير إلى تأخر الشبيبة بهدف دون مقابل، ويطمح نسور الجنوب لتحقيق بداية موفقة في المنافسة التي يواجهون فيها كذلك في وقت لاحق ناديي الاتحاد الليبي والليوباردز الإسواتيني، وتشير النتيجة إلى تأخر ممثل الجزائر بهدف مقابل 0. دائما مع كرة القدم ومع رابطة أبطال إفريقيا، أين يحل وفاق سطيف بعد قليل بالجزائر قادما من غينيا بعدما حقق فوزا ثمينا على نادي حورية كوناكري في مستهل مباريات المجموعة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا، وافتك الوفاق النقاط 3 بفضل هدف أحمد قندوسي في الشوط الثاني متصدرا مجموعته الذي تضم الرجاء الرياضي البيضاوي ونادي أمازولو من جنوب إفريقيا. في ذات المنافسة، عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا مصري بقيادة محمد عادل السيد لإدارة مباراة الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا بين شباب الوزداد والترجي التونسي المقررة السبت القادم على ملعب 5 جويلية الأولمبي بمساعدة كل من سمير جمال وأحمد توفيق علي. دائما مع كرة القدم وإلى بطولة القسم الثاني هواة، حافظ رائد القبة على صدارته لمجموعة وسط غرب رغم اكتفائه بالتعادل مع ضيفه صفاء خميس مليانة بهدفين للطرفين، وبنقطة التعادل الثالث من نوعه منذ بداية الموسم رفع الرائد رصيده إلى 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن ملاحقه المباشر شباب عين تيموشنت. كما واصل شباب عين تيموشنت ملاحقة المتصدر بتحقيقه التعادل بميدان مولودية سعيدة دون أهداف. تفاصيل أكثر في التقرير للزميل سيف الدين بن زردة. بملعب المجاهد سعيد عمارة حل الوصيف شباب عين تيموشنت ضيفا على فريق مولودية سعيدة. الشباب من أجل اللحاق بالمتصدر رائد القبة والمولودية بنية العودة إلى سكة الانتصارات بعد 5 جولات دون فوز. المحاولة الجدية للتهديف بدأت في اللحظات الأولى للمباراة حيث كاد الضيوف أن يفتتحوا التسجيل، ولكن كرة بنتيبة ردتها العارضة. رد السعيديين جاء عبر تسديدة بشير التي مرت غير بعيد عن مرمى الحارس شاوش. كرة تلتها محاولة أخرى لم يتمكن عواد من استغلالها أمام يقظة شاوش. نقص الفعالية لدى الفريقين تواصل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. في الشوط الثاني حاول الزوار التسجيل منذ البداية فتحصلوا على ضربة جزاء أعلنها الحكم بالحبيب. تيزا تولى تنفيذ الضربة وأضاعها مفوتا على فريقه أخذ الأسبقية.
أسبقية كاد أن يخطفها أصحاب الدار عبر فرص لم تجد طريقها نحو الشباك. وفي الربع ساعة الأخير من المباراة تحولت السيطرة تيموشنتية، ولكن الحارس الشاب بودولة والعارضة حرما عابد وبنتيبة من التسجيل. لتنتهي المواجهة دون أهداف وبتعادل يرضي الزوار أكثر من أصحاب الدار. في مباراة أخرى اكتفى مستقبل شباب واتسلي بالتعادل مع ضيفه نجم بن عكنون دون أهداف. تفاصيل أكثر في تقرير وليد غريبي. وفي مواجهة أصحاب آخر الترتيب اقتنص أهل برج بواريريج فوزا ثمينا على فوز بعدما فاز على مضيفه اتحاد الأخضرية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. الزميل محمود جبيلي عاد من الأخضرية بهذه الورق. بداية اللقاء كانت لأصحاب الدارين تمكنوا من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 18 بعد مخالفة مباشرة والمدافع البرايجي سعيدي يخادع حارس مرماه والهدف الأول في اللقاء. الزوار انتظروا حتى الوقت بدل الضائع ليعدلوا النتيجة، أين فاجأ اللاعب بوخليفة الجميع يراوغ ويسكن الكرة في الشباك ليصفر بعدها الحكم صياد نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. الشوط الثاني سار في اتجاه واحد ولصالح أهل برج بواريريج، أين تفنن مهاجموه في إضاعة الفرص الواحدة تلو الأخرى واعتمدوا على هجمات المرتدة، أين ضيع قصاص في الدقيقة 48 وجها لوجه بعد عمل رائع من زياني. بعدها بدقيقتين يعود نفس اللاعب ويضيع أمام براعة الحارس فودي. هدف الفريق عنصر الإسلام هو الآخر، ضيع كرة سهلة وعلى ثلاث مرات ليعاكس الحظ اللاعب زياني في الدقيقة 67 والكرة ترتطم بالعارضة الأفقية ليتمكن بعدها الهداف عنصر الإسلام من إمضاء الهدف الثاني بعد عمل رائع بين زياني وقصاص، كان هذا في الدقيقة 68. المايسترو زياني يعود مرة أخرى في الدقيقة 74 وكرة بينية والحاج خلوف يمضي الهدف الثالث. باقي أطوار المباراة واصل فيها الزوار عروضهم الجميلة مع تضييع العديد من الفرص لتنتهي المباراة بفوز معنوي لأهل البرج غادروا به المرتبة الأخيرة تاركين أصحاب الدار متذيلين الترتيب. ويخفالكش باللي كانت عندنا عقدة تاع الفوز، ثلاث تسع مباريات مور بعضهم ما قدرناش نفوزوا. الحمد لله اليوم اللي وفقنا ربي درنا اليد في اليد والنصائح تاع المدرب اللي كانت في المستوى. نتمنى ان شاء الله يقفوا معنا الانصار، باسكو لقلق الانصار يقفوا معنا باش نعاودوا نردوا الفريق للمكانه تاعو. احنا جينا مع الشيخ طاقم التقني الشيخ لونيسي والشيخ كادين باش نسلكوا هذا الفريق نخدموا البنيه هذه كره القدم. إذا فوز معنوي، هكذا قال الزميل محمود جبيلي. نعود إلى مباراة شباب واتسلي الذي عاد بالتعادل أمام ضيفه نجم بن عكنون في هذه الورقة الذي أعدها الزميل وليد غريبي. بهدف مشترك هو تدارك خسارة الجولة الماضية، دخل مستقبل واتسلي وضيفه نجم بن عكنون أرضية ملعب محمد بومزراق النجم بعد الخسارة داخل الديار أمام المتصدر رائد القبة والمستقبل عقب خسارته في عين تيموشنت أمام الوصيف. شوط أول عرف نسقا منخفضا وغابت عنه الفرص باستثناء بعض المحاولات من المحليين على غرار مخالفة حريزي في الدقيقة 43 والحارس بن شكال يرد الكرة، ثم مخالفة أخرى من معزيز بعدها بدقيقة والدفاع يخرجها إلى الركنية.
لينتهي الشوط الأول كما بدأ على وقع التعادل السلبي. الشوط الثاني ارتفع فيه نسق اللعب مقارنة بسابقه مع أفضلية الزوار الذين أخذوا زمام المبادرة على غرار توزيعة بن رابح في الدقيقة 52 ناحية بو عبد الله، لكن الدفاع كان أسرع. ثم تسديدة آية فرحان في الدقيقة 57 لكنها عالية. تسديدة أخرى من ششوة في الدقيقة 66 على مرتين، الدفاع يتصدى في الأولى ثم تمر جانبية في الثانية. رد فعل مستقبل ويلسلي جاء في الدقيقة 67 بعد كرة مرتدة من الحارس بن شكال تعود إلى بنيطو، لكن تسديدة هذا الأخير كانت عالية. رد عليها النجم بعدها بدقيقتين إثر تمريرة مكلوش وتسديدة بو عبد الله تمر جانبية. العشرون دقيقة الأخيرة لم تحمل الجديد ما عدا بعض المحاولات من هنا وهناك دون أن تشكل خطورة على مرمى الحارسين بن شكال ومتحزم، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي لا غالب ولا مغلوب. نظن باللي المقابلة اليوم ضد وتسلي، نظن باللي مقابلة كنا عارفين بلي حتكون مقابلة قوية ضد فريق اللي راهو في المرتبة أحسن منا ويلعب الأدوار الأولى. نظن باللي كان علينا نديروا مجهودات أكثر. الحمد لله نظن باللي عندنا بنتيجة اللي ترضينا راح تخلينا إن شاء الله نخدموا بأريحية إن شاء الله. حنا وين جينا هنا باش ندور الزرقاء بعد الضيفات اللي كانت عندنا مع ليرسيكا، من حنا تبعنا لي كونسيين تاع لونطرينور حوسنا حنا وين ندو 3 بوان مي ان بوان دي مليحه المورال تاعنا ان شاء الله تكون بليس مليحه ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله كونتر تيارت وان شاء الله نمدو كاع واش عندنا باش نجيبو 3 بوان نعدو نطرا مي في الشامبيون ان شاء الله. ومن المجموعة الغربية إلى المجموعة الشرقية أين حقق فريق اتحاد حجوت فوزا على ضيفه اتحاد بلعباس بهدف وحيد مرتقيا إلى المركز الثامن ب 23 نقطة. باش تربح لهنا جابر جي 3 بوان الحمد لله. حنايا لا سيمان كومبلي كنا بيان كونسونطري لهذا الماتش باسكو عندنا 20 بوان اللي تحتنا كانوا قراب علينا بزاف لازم نديروا شويه لي ديكال شويه عليهم. الحمد لله اليوم اللي جوي عطيهم الصحه كانوا كاع رجال و 3 بوان هي الصحه هذا كلها باسكو في لافاس تاع الروتور ماشي صح تلعب مليح وما تخسر. حنايا اسونسيال تلعب مليح ثلاث سنين اسونسيال 3 بوان هنا في حاجه تريحوا لهنا والحمد لله يا ربي. الشوط الثاني كان بوزيسيون دو بال كانت عندنا بنسبه كبيره اكثر من الفريق الضيف وين ضيعنا عده فرص. ما حبش خل نشكر الشبان على الاداء تاعهم ومازال لقاءات قادمه ان شاء الله وين نخدموا باش نحصلوا على اكبر عدد من النقاط في ظل المشاكل اللي راه يعيشها الفريق. يعني هي اللي راه مأثر عليه بطريقه كما نقولوا ديريكت. وفي مباراة أخرى أنهى صاحب المركز الأخير جيل عين دفلة سلسلة هزائمه المتتالية بالفوز على الضيف وداد بوفريك بهدفين مقابل هدف واحد. الزميل أحمد صويلح عاد لنا بالتقرير التالي. كان لزاما على فريق جيل عين دفلة الجريح صاحب آخر الترتيب برصيد 8 نقاط فقط تحقيق الفوز في المباراة التي استقبل فيها ضيفه وداد بوفريك الذي كان في فورمة عالية طيلة 90 دقيقة وخلق عدة فرص سانحة للتسجيل، لكنه فشل في الوصول إلى مراده وضيع الكثير والكثير. ضغط الوداد تواصل خاصة عن طريق اللاعب المهان الذي كان الأخطر من جانب فريقه لكن من دون جديد يذكر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الضيف والمضيف. الفصل الثاني كان أفضل من سابقه أين تمكن فريق الجيل من العودة بقوة في المباراة عكس ما شاهدناه في الجزء الأول،
وتمكن اللاعب بومعزه من تلوين النتيجة بهدف السبق في الدقيقة 53 بعد انفراده بالحارس مرزوقي. ردة فعل الوداد لم تأتي بالجديد، واستمر إهدار الفرص التي كان من المفروض أنها لا تضيع، ما فسح المجال للمحليين الذين تمكنوا من تدوين الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد هجمة معاكسة قادها اللاعب النشيط سلامي الذي وزع كرة وجدت رأسية زميله بودواني، ليعلن الحكم معمري عن نهاية المباراة بفوز هام لفريق جيل عين دفلة الذي يبقى يعاني في آخر الترتيب بإحدى عشرة نقطة. جبنا 3 بوا ما كانت سهلة، شوية دخلنا في المباراة شوية مع الأول ما كناش مركزين، مي الحمد لله في الشوط الثاني عرف المدرب كيف يغير أجواء اللقاء، والحمد لله نهدو هذا الفوز الأنصار اللي ساندونا طيلة المباراة. تألق الحمد لله بالخدمة هذه ما جات سهلة، خدمة تاع صافي كان جور ملي نقلع الروتور، الحمد لله درنا اللي علينا وحققنا الفوز إن شاء الله. إذن جيل عين دفلة حقق الاستفاقة، واتحاد خنشلة يواصل تربعه على عرش الريادة بعدما أضاف فوزا جديد من ملعب مضيفه أمل عين مليلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، محافظا بذلك على صدارة الترتيب العام. ياسين بوخناف حضر المباراة ولخصها فيما يلي. فوز ثمين ومهم حققه فريق اتحاد خنشلة عندما نزل ضيفا على فريق أمل عين مليلة في مباراة سيطر فيها فريق الخنشلي بالطول والعرض على مجريات اللعب، فبعد محاولتين سانحتين عن طريق عثماني وبركاني جاء الهدف الأول عن طريق هذا الأخير بعد خطأ فادح من حارس باركي خيري، وكان ذلك في الدقيقة الثامنة من زمن الشوط الأول. رد فعل المحليين جاء من هذه الركنية والكرة لم تجد أحد في المتابعة، ليواصل الزوار الضغط على مرمى باركي هذا الأخير وبصعوبة يبعد كرة سامير الخطيرة. سيطرة الزوار تكلل بهدف ثاني وقعه اللاعب بايزيد بعدما تلقى كرة من غضبان، وحدث ذلك في الدقيقة 42، وعلى نتج هدفين لصفر افترق الفريقين في شوط المباراة الأول. أبناء خنشلة ورغم تفوقهم إلا أنهم واصلوا العمل الهجومي عن طريق بركاني شكيب، لكن الحارس خيري ينقذ مرماه هنا. نلعب الدقيقة 58، بايزيد مسجل هدف الثاني يتمكن من إضافة الثالث مستغلا الخطأ في دفاع الجمعية. نلعب الدقيقة 63، فريق أمل العين مليلة يستفيد من ركلة جزاء، لكن اللاعب ربيع مفتاح يفشل في تقليص الفارق، وفي الوقت بدل الضائع اللاعب عكازي يوقع الهدف الوحيد لأمل عين مليلة في هذه المباراة. إذن فوز ثمين لاتحاد خنشلة يبقيه في المقدمة وسباق الصعود للرابطة الأولى. فوز أكدنا بها أيضا أننا راح ننافس إن شاء الله على المراكز الأولى، قلصنا به الفارق على الرائد الآن إلى 3 نقاط، نظن راح تعطينا أفضلية معنوية كبيرة باش نزيد نواصل في سباق الصعود. لاعبين مشكورين اليوم على الأداء اللي قدموه، شفنا يعني فعالية كانت كبيرة، لما يجيوك فرص وتستغلهم كلهم تعطيك نسبة كبيرة أنك تفوز في المباراة. نظن اللاعبين اليوم ما قصروش، أدوا ما عليهم. الآن راح نفكر كيف نحضر المباريات المقبلة، راح يكون عندنا مبارتين داخل أرضية ميداننا، راح نحضروا لهم إن شاء الله في ظروف جيدة من الناحية الذهنية. إن شاء الله راح نواصل بنفس الطريقة وبنفس العزيمة إن شاء الله باش إن شاء الله نقترب من المقدمة. أخبارنا الرياضية تأتيكم برعاية موبيليس، فاصل ثم نواصل. مع خدمة الدفع الإلكتروني ارسل لي لموبيليس من الدار ولا من مكان آخر، يمكنكم تابئة رصيدكم أو تسديد فاتوراتكم في أي وقت بلا ما تنقلوا. ما عليكم غير تلتحقوا بالموقع e-payment.mobilis.dz وتابعوا الخطوات المشار إليها باستعمالكم البطاقة الذهبية لبريد الجزائر أو البطاقة البنكية CIB. مع ارسل لي موبيليس كل شيء سهل، الفاتورة مدفوعة ورصيد معبي وين ما كنتوا ووقت ما عبيتوا. موبيليس أينما كنتم. ها
هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. ونبقى دائما في القسم الثاني هوات، حيث اقتسم فريق شباب برج منايل وفريق مولودية بجاية نقاط المباراة في قمة الجولة والتي انتهت بالتعادل السلبي. الزميل عبد القادر طاسين معه تفاصيل حول هذا اللقاء. تكتل دفاعي وانضباط تكتيكي من كلا الجانبين أثر على المردود العام للفريقين، بحيث كان الشوط شحيحا من حيث المحاولات، وأول تهديد كان من جانب مولودية بجاية بتسديدة بن ضيف الحارس بن فضة يتصدى، أما شباب برج منايل رد بتوزيعة زاوش لم تجد من يستغلها، وبعدها اللاعب بدو جرب حظه من بعيد كرته على الإطار. ينتهي الشوط الأول كما بدأ صفر لمثله. الشوط الثاني في بدايته كان من دون فرص تذكر، والاستثناء كان في أول فرصة خطيرة من شباب برج منايل في الدقيقة 65 عن طريق دحماني، دفاع مولودية بجاية يبعد الخطر. المباراة بدت بتسديدة عوالي لم تشكل خطورة كبيرة على الزوار، بعدها شهدنا ركودا تام في مجريات اللعب، وآخر فرصة لربطي بتسديدة قوية أخطأت الإطار، لينتهي اللقاء بتعادل أبيض يخدم أكثر الفريق الضيف. نظن ما دخلناش بشكل جيد، الخصم نظن فرض علينا ضغط في بداية المباراة 20 دقيقة الأولى، من بعد دخلنا تدريجيا في المباراة ورجعنا وبدينا نخلق الفرص اللي كان بإمكاننا بشوية تركيز كنا نقدروا نسجلوا هدف في الشوط الأول. نظن الضغط نتاع النتائج خلى اللاعبين يسرعوا، الشيء اللي ما مشاناش اليوم هو كان كاين تسرع، اللاعبين ما فرقوش بين السرعة والتسرع، وحتى الخصم ما سهليناش المهمة، فريق منظم طريقة جيدة. كي نشوفوا مجريات المباراة نظن نقطة نظن عادلة. كنا فوق الميدان أظن على حسب رأيي وين ونا دوميني أن بو لا بارتي، دونك لادفيرسير برج منايل مع كل احتراماتي جاو يلعبوا بلي كونتر من صدر توتي باش يلعبوا بمرتدات الهجومات المرتدة. أظن باللي حنا الفريق تاعنا كانت تخصنا اللمسة الأخيرة في 20 متر الآخرين هذوك، صدر فوجيري لي 20 متر هذوك الآخرين تاع لا دانيير باس ولا ليفيكاسيتي القدام اللي راهي تتبع الفريق منذ البطوله. دونك حنا ان شاء الله مازالتنا رانا نخدموا ورانا هنايا دونك اون ترافاي كاين غير الخدمه اللي نمنوا بها. ومن جهته حقق نادي حمراء عنابة الأهم عندما أطاح بشبيبة بجاية بهدف وحيد محققا فوزه الأول منذ أربع جولات. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي أعده الزميل عبد الملك زنيدية. شوط المباراة الأول في لقاء حمراء عنابة ضد شبيبة بجاية عرف سيطرة للمحليين في الاستحواذ على الكرة ولكن من دون فعالية، فسدد عبود كرة في الدقيقة 30 والحارس مكرش يخرجها للركنية، وركنية كاد أن يضعها مدافع الشبيبة بالخطأ في مرماه، فانتهى هذا الشوط من دون أهداف. تغييرة كمال بوعصيدة في الشوط الثاني بإقحامه الثنائي مراح وجلطي أنعشت الخط الهجومي للفريق، ومن ركنية لبوعافية في الدقيقة 69 المهاجم مروان جلطي في المتابعة ويسجل الهدف الأول والوحيد في هذا اللقاء. رد الشبيبة البجاوية في هذه التسديدة التي وجدت الحارس بوعزيزي لينتهي اللقاء بهدف دون رد للمحليين. ومن الرابطة هوات إلى الرابطة المحترفة الأولى، إن تلعب غدا مباراة مؤجلة عن الجولة 17 يستضيف فيها فريق شبيبة القبائل فريق أتلتيك بارادو. الشبيبة التي انهزمت في مباراة مؤجلة أخرى أمام مولودية الجزائر تتطلع إلى تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من أندية المقدمة. قراءة في المعطيات التي تسبق المواجهة في تقرير يوسف رزيك.
آخر مباريات تسوية الرزنامة لشبيبة القبائل تأتي بعد الانهزام الكناري أمام مولودية الجزائر، وقبلها الإقصاء من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. معطيات جعلت من المسؤول الأول يزيد ياريشان يرمي المنشفة ويقدم الاستقالة في الوقت الذي تبقى فيه الشبيبة في الصف التاسع ب 25 نقطة، غير بعيدة عن خماسي ريادة الترتيب. أشبال المدرب التونسي عمار سويح يريدون اختتام مرحلة الذهاب بفوز ينسيهم الخسارة الوحيدة المسجلة داخل الديار الأسبوع الماضي، لكن المهمة لن تكون بالسهل بالنظر للفريق المنافس نادي فارادو المتواجد في المركز الثالث بواحد وثلاثين نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف شبيبة الصورة. نادي فارادو المتواجد في أحسن أحواله وبأداء مقنع لرفقاء هداف الفريق نادر بن بوعلي. مباراة شبيبة القبائل نادي فارادو تلعب بأهداف متباينة للفريقين، فالشبيبة من أجل التدارك وفارادو من أجل التأكيد. من القسم المحترف الأول نعود إلى القسم الهواة، ونرجع إلى مباراة بين جمعية وهران وغالي معسكر في سياق التقرير التالي. بحثاً عن تحقيق فوز يبعده عن دائرة الخطر، دخل فريق جمعية وهران مواجهته أمام ضيفه غالي معسكر الساعي إلى البقاء مع فرق المقدمة. أصحاب الأرض بدروا بالهجوم منذ البداية، حيث كاد المهاجم عامر يحيى أن يفتتح التسجيل لولا يقظة الحارس جودر الذي تدخل وأنقذ مرماه. بعدها انخفض رتم المباراة وانحصر اللاعب في وسط الميدان، وانتظر الضيوف 34 دقيقة كاملة للظهور هجوميا، حيث وصل بن شنان إلى شباك زغرات، ولكن الهدف لم يحتسب بداعي التسلل. آخر محاولة في الشوط الأول كانت بأقدام لاعب الجمعية عواد الذي لم تشكل كرته خطرا على الحارس جودار، وعلى وقع التعادل السلبي انتهى هذا الشوط. الشوط الثاني شهد دخولا قويا من طرف أشبال المدرب مولاي شريف الوزاني، الذين تمكنوا من التقدم في النتيجة عن طريق تسديدة عواد التي استقرت في شباك الحارس غالي معسكر، وكان ذلك عند الدقيقة 53. الزوار حاولوا العودة في النتيجة واستفادوا من ركلة جزاء أعلنها الحكم كوريش في الدقيقة 70. الركلة انبرى لها بالحاجة وفشل في تحويلها إلى هدف. لاعب الغالي وصلوا محاولتهم لتعديل الكفة، والهندي يضيع فرصة ثمينة أمام الحارس زعرات الذي أنقذ مرماه وحافظ على تفوق الجمعية التي أنهت المواجهة بانتصار رفع رصيدها إلى 21 نقطة، فيما تجمد رصيد الضيوف عند النقطة 27. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود إلى رابطة أبطال إفريقيا والمباراة التي تلعب حاليا بين شبيبة الصورة ونادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وتشير النتيجة إلى تقدم الفريق جنوب إفريقي بهدفين مقابل لا شيء، يعني هدفين مقابل صفر، وتلعب في الدقيقة 70. المباراة تأتي في إطار الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإفريقي، فبالتوفيق لنسور الجنوب في باقي الدقائق، وبالتوفيق أيضا لكل ممثلي الكرة الجزائرية في المحافل الإفريقية. وبهذا نطوي وإياكم فقرة كرة القدم وننتقل إلى كرة اليد. وفي القسم الأول الممتاز حقق فريق شباب ورقلة فوزا مهما على ضيفه مولودية الجزائر. أكثر تفاصيل ومعطيات في سياق التقرير التالي. في إطار الجولة الرابعة من بطولة كرة اليد القسم الممتاز، شهدت القاعة المتعددة الرياضات مسعود عياض بورقلة مقابلة بين اتحاد شباب ورقلة وضيفه فريق مولودية الجزائر. فريق مولودية الجزائر يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية، في حين يسعى فريق اتحاد شباب ورقلة تدارك الهزيمة السابقة والالتحاق بالمراكز الأولى. المقابلة في شوطها الأول عرفت مستوى متكافئ بين الفريقين إلى غاية الدقائق الأخيرة من هذا الشوط، الذي انتهى بتقدم الفريق المحلي بنتيجة 12 إصابة مقابل 11.
في الشوط الثاني تواصل السجال بين الفريقين من حيث الأهداف والفرص إلى غاية بداية الربع الثاني من هذا الشوط، حيث عرف تقدم اتحاد ورقلة بفارق 4 نقاط. الدقائق الأخيرة عرفت استفاقة لأشبال المدرب الأخضر عروش، حيث أنه المقابلة بفارق إصابة واحدة بواقع 22-21 إصابة. احنا حضرنا المقابلة هذه بطريقة جيدة، سواء من الناحية البدنية سواء من الناحية التقنية والتكتيكية. خسرنا فارق هدف واحد، كشفت المقابلة من كنا فايزين فارق هدف في الشوط الأول، وسعنا الفارق في الشوط الثاني 4 أهداف. ما ينقص الخبرة خلت الفريق تاعي في الربع ساعة الأخير يخسر المقابلة في الثواني الأخيرة. فريق لعبنا كونتر فريق مدية الجزائر، فريق قوي عنده لاعبين ذو خبرة. احنا فريق شاب، نطمحوا للعب الأدوار الأولى ولعب البلاي أوف إن شاء الله مع فريق شاب هذايا. إن شاء الله في مرحلة الميركاتو إن شاء الله نزيدوا ندعموا الفريق بلاعبين اثنين، ونزيدوا يدعموا الفريق من الناحية الدفاعية والناحية الهجومية. فزنا، جينا في التنقل الطويل وصعب الورقلة، أوكي، وفزنا بالمباراة ومشكورين اللاعبين على أدائهم، لأنه قعدوا مركزين بالرغم صعوبة المباراة، لأنه فريق ورقلة اتحاد ورقلة قعد لصيق معنا في المباراة لنهايتها. فالحمد لله على النتيجة، ومشكورين كذلك فريق ورقلة على أدائهم على الروح، ومشكورين كذلك على التنظيم. المقابلة انتهت بروح رياضية ومستوى جيد يؤشر لمقابلات قوية وواعدة في هذا الموسم. وفي رياضة أخرى، انطلقت بولاية تلمسان فعاليات التربص الوطني لانتقاء المواهب الشابة في رياضة لعبة العصا، والتي تهدف إلى توطيد العلاقات والارتباط بالموروث الشعبوي وتوطيد ممارسة هذا النشاط العريق في الوسط الشباني. تفاصيل أكثر في سياق تقرير بالمهدي بالمهل. ممثل الفئات الشبانية سجلوا حضورهم بولاية تلمسان للمشاركة في فعاليات التربص الوطني لانتقاء المواهب الشابة في لعبة العصا التقليدية، والهدف الارتباط بهذا الموروث الرياضي. اليوم جئنا إلى ولاية تلمسان للتربص في رياضة العصا، وكانت المنافسة قوية. جئنا لولاية تلمسان، كانت منافسة قوية، ومثلت ولاية معسكر. المنافسة كانت قوية، وإن شاء الله يوفق ربي كاع الجميع. الطبعة الرياضية التي جرت بمركب هضبة لالة ستي حملت 4 تخصصات، هي الحر، الفردي، الزوجي والجماعي، بتأطير من مدربين مختصين في الرياضة التقليدية. يعني هذا هو الموروث الوحيد التقليدي الله باقي لنا من أجل هذه الرياضة الوحيدة الله باقي اللي احنا استمرناها مع يعني كامل الرياضات خارج البلاد، خارج القطر الوطني، يعني الرياضة الوحيدة للرياضة الجزائرية أصيلة 100%. كما سجلت التظاهرة مشاركة فئة الإناث في فضاء ساده التنظيم الجيد حسب الصاهرين على المسابقة. اختاريتها صحابتي كانوا يلعبوها، وبعد كينك قالوا لي بلي دخلي معنا، بعد دخلت وعجبتني بزاف. الأمور التنظيمية راه مرة على أحسن الظروف، وكما راكم أمامكم مشاركين من حوالي 12 ولاية، 155 مشارك، وكل هاد المشاركين هم من الشبان، يعني من فئة من 8 سنين حتى 12 إنسان. التربص يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في هذا الاختصاص، وكذلك تطوير المستوى الفردي للمتربص، وكذلك التحضير لأهم المنافسات سواء الوطنية أو القارية. ومن مميزات هذه النسخة بروز الرياضي عبد النور صاحب 6 سنوات من العمر، ممثلا لولاية وهران بمهارات عالية. إذن بالتوفيق لعبد النور، وبالتوفيق لبراعم ولاية تلمسان في رياضة العصا. من العصا إلى الملاكمة، إن نظمت بولاية بشار البطولة الولائية للملاكمة بمشاركة العشرات من الملاكمين في مختلف الأصناف، وتعد هذه التظاهرة فرصة لاكتشاف مواهب الشباب في رياضة الفن النبيل. عبد النور همل وتفاصيل أكثر. بغية تشجيع الرياضيين وحثهم على ممارسة الفن النبيل، انطلقت بالقاعة المتخصصة في الملاكمة المجاهد شراد مختار بولاية بشار البطولة الولائية للملاكمة بمشاركة 6 نوادي رياضية. نوجهوا لرؤساء النوادي أولا، نوجهوا لهم باش ما يملوش، خصو يوقفوا ويعاونوا الشباب أولا، ثانيا لي زونترينور خصو يحفزوهم
باش يكون عندهم شجاعة باش تزيد يكونتيني ما يفشلش باش يستمر في العمل تاعه ويخرج أجيال يعني في مستوى عالي. المنافسة عرفت مشاركة 24 ملاكما من جميع الأصناف وكلهم أمل في تحقيق نتائج مرضية للتأهل للبطولة الوطنية. الحمد لله لوصول البطولة النهائية للملاكمة النسوية. نشكر مدرب الراجع وإن شاء الله نشرف ولاية بشار وإن شاء الله نشرف الجزائر. أشكر مدربي عماد وفيصل على البقاء معي طول هذه المسيرة وإن شاء الله نتأهلوا ونشرف الوطن إن شاء الله. والحمد لله عدنا نتائج لبس بها، عدنا أبطال وطنيين، أبطال دوليين، عندنا ملاكمة شبلة تربص مع الفريق الوطني 2022 وراها ضمن الفريق الوطني ونتمنى إن شاء الله نزيد نوصلوا الملاكمين إن شاء الله للفريق الوطني إن شاء الله بإذن الله. فعاليات البطولة الولائية حضرها البطل العالمي محمد حومري تشجيعا منه للملاكمين بغية تشريف الراية الوطنية في قادم الأيام. وإن شاء الله نكون لهم حافز الشيء اللي درناه إحنا بالنسبة للولايات بشار إن شاء الله يكونوا هما ثاني يكونوا خير منا إن شاء الله يديروا ما درنا إحنا وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله. وتبقى مثل هذه المنافسات أفضل فضاء لإعادة بعث رياضة الفن النبيل لدى المشاركين. بالتوفيق إذن لشباب الجزائر في رياضة الفن النبيل. نمر وإياكم مشاهدين الكرام إلى بورتر النشرة الذي خصصناه للرباح حسين بطير صاحب أول ميدالية بارالمبية جزائرية في رفع الأثقال. الزميلة لبنى برويس زارت البطل وأعدت لنا هذه الصورة الصحفية المقربة. هو واحد من بين أفضل ما أنجبت الرياضة الجزائرية، تحدى كل الصعاب ليصنع من نفسه بطلا للجزائر في المحافل الرياضية الدولية. هو أول من أهدى ميدالية بارالمبية في تاريخ رياضة رفع الأثقال لذوي الهمم. إنه الرباع العالمي حسين بطير. أعطيت حصة كبيرة لرياضة رفع الأثقال وكما يقول لك عشقت هذه الرياضة، عشقت التنافس تاعها. هذه الرياضة مش رياضة سهلة، هي طبعا هي رياضة تاع كما يقولوا احنا عندنا في رفع الأثقال في الميدان العربي يقولوا هي رياضة الرجال، لأنه مش حاجة سهلة ترفد أوزان كبيرة، هي يكون فيه تحدي، وهذا التحدي كل مرة لازم ترفد أكثر، كل مرة لازم ترفد أكثر. بداية البطل كانت مع رياضة كرة السلة التي كانت هوايته المفضلة، ليشق طريقه بعدها في رياضة رفع الأثقال التي لم يتخيل يوما أنه سيتربع على عرشها كبطل حقق من خلالها العديد من الميداليات في مختلف المنافسات القارية والدولية. والله قلت لك هي في الأول كانت هواية فقط، كرة سلة دخلت كنت نمارس في كرة سلة، ندرب مع الأصدقاء تاوعي، وبعد ما ندرب مع الأصدقاء تاوعي نروح ندير حصة تاع رفع الأثقال، وبعد ذلك الفريق تاعنا توقف الفرع تاع كرة سلة. بعد ما توقف الفرع تاع كرة سلة تفرغت لرياضة رفع الأثقال. حسين كان حريصا على استكمال مساره الدراسي من دون أن يمنعه ذلك من مواصلة تدريباته اليومية وتحقيق النتائج الإيجابية. لازم يكون فيه توفيق بين الرياضة وبين الدراسة، لأنه راك تدير في الرياضة ولا قدر الله صرا لك إصابة، واش راح تعمل واش تدير بالرياضة؟ لازم يكون، لأنه أيضا كلما يكون المستوى تاعك عالي في الدراسة يكون عندك نظرة كبيرة في المستقبل تاعك في الرياضة. كانت المشاركة الأولى تاعي على مستوى الأكابر بدبي 2014 تحصلت على المرتبة الرابعة، وبعدها روحت للألعاب الإفريقية بالكونغو تحصلت على الميدالية البرونزية، وفي نفس السنة أيضا تحصلت على ميدالية برونزية بدبي، ولكن بفضل ربي سبحانه
مشيت للألعاب البارالمبية طوكيو وين كانت أغلى ميدالية تحصلت عليها وهي الميدالية البرونزية، أول لقب بارالمبي في تاريخ رياضة رفع الأثقال للجزائر. شرف كبير أني تحصلت على هذه الميدالية. البطل يخرج من رحم المعاناة. حسين بطير حكاية تحدي أثبت من خلالها أن لا شيء مستحيل ما دمت تؤمن أنك ستصل يوما. ومنكم نستمد الإرادة والعزيمة يا حسين بطير. برنامج أخبار الرياضة انتهى، أما برامج التلفزيون الجزائري فهي دائمة مستمرة بقدر وفائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.